أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في القرية التراثية. حكايتي هذه المرة ستكون عن المهن اليدوية، ومنها سنتعرف على العادات والتقاليد، عن الحقوق والواجبات، عن أوضاع المرأة الإماراتية، عن المشاكل التي تعتري هذه المهن اليدوية. لنبدأ الحكاية. ها هي أم سيف تتشبث برموز التراث وتعمل على تطويرها والحفاظ عليها. فكيف تعلمت هذه المرأة الفنانة بروحها ومخيلتها؟ أنا أشتغل هذا التراث مال أول. أي. تعلمته من أمي قبل يوم كنا صغار. تعلمته وصارت هواية لي، يعني كهواية، فأنا أشتغل فيه. نسوي المخرافة، نسوي الصرود، نسوي المكبة المغطى، يعني المكبة الصغيرة، نسوي الميزان، نسوي المخرافة، نجيب فيها رطب. ميزان هاد؟ هذا ميزان العدل. ميزان العدل؟ هذا ميزان العدل، لكن هذا نوزن فيه التمر. نوزن فيه القاشع. أم سيف تعتبر طليعية في مدينتها الفجيرة، وهي تعتز بدور المرأة الإماراتية في جميع المجالات. المرأة طورت كل شيء، تعرف السيف، تعرف تخيط. يقول لي الماء يسفوي خيط ما يوز للهند سفاري، يعني لازم المجتمع. الحرمة هي أساس المجتمع، الحرمة منذ القدم تشتغل مع الرجال وتساعد. تركت أم سيف المدرسة منذ أن تزوجت، وغابت عنها الرموز التراثية فترة طويلة نظراً لانهماكها بالحياة الزوجية وبأولادها التسعة الذين أنجبتهم، لكنها عادت إلى القرية التراثية بقوة بعد أن تزوج زوجها عليها، وتصر إصراراً شديداً على حقوق المرأة. أنا اشتغلت في التراث وأنتج هذا كل التراث، يعني برغبة مني، يعني أنا راغبة إني أنا أسوي هذا الشيء، يعني أخيط وأسيف أسوي، لأن أنا يعني خلاص حابة هالشغلة. الأحلام بتطوير التراث لا تغادر مخيلة أم سيف. أحلام يعني إن نتطور في تراثنا، يعني الحين شيوخنا ما قصروا، كل شيء وفروا لنا. الفقير ياكل، الهندي ياكل، السوري ياكل، المصري ياكل، كل يعني الأمة يطعمهم زايد. أنا سوري بس ما طعمتوني. طعمناك. ما طعمتوني. بلا طعمناك يا لسه، وكلت وشربت وعشت في الإمارات. هلا تطعميني هلا؟ لا هلا في البيت. وتترك أم سيف الحرية التامة لأولادها في تحديد خياراتهم العلمية والعملية. كل واحد يختار حياته. والله أنت ديمقراطية. هذا زمن كل واحد يختار حياته. على زمنكم ما كان هيك. لا، على زمننا إجباري. إجباري تتزوج المرأة. أيوة، إجباري تتزوج، ولا تشوف زوجها قبل الزواج، ما تعلم فيه، ما تشوفه. الفجيرة عالم غني ومتنوع فيما يتعلق بالمهن اليدوية التي لا تقتصر على النساء فحسب، وإنما تشمل الرجال أيضاً. المزيد بعد الفاصل، انتظروني.